تاني يا موكا تاني واحد بس. بدأ الشوط الثاني بين نادي العالمين العب ولم هيلز فامي فاست واحد روح يا يلا يا يلا يا كويس مصطفى تعالى حتى فوق تعالى طلعه يا مصطفى هيا فوق يا محمود هيا فوق بسرعه بيرو غير يلا يا هيا يلا تعالى نص هيا مش هيسلك ولد على ابوه خد يا هيا هيا يا هيا يا هيا يا هيا يا هيا هلا بيرو تاني بوكا لو رديت تعالى هنا تعالى هنا حمد بقى يا احمد ممدوح جابوا 200 يلا يا مصر اصل جاب 250 لا يا اخي والله اصل اصل نفسه قال لي جاب 250 احمد ممدوح جاب 240 خلي بالك حتى لو عملت بص حتى لو مش حاجه يعني تشوف حتى انت لو عارف هناك انا عايز اقدر اقول لك انت دي بقى بالذات ايه ده اصل انت ما كنتش عملت كده حط يا حسين تعال
تعال هنا. كويس كويس معلش كويس كويس اهب وسع له اهب الناس عليه لا جوه يا كابتن اطلع تروح يا عم محمود انت مصطفى يا ولد عليك يلا يلا بيرو تعال هنا يا اخي جنبه شويه يا عبد الرحمن اجمد يا عبده بص اجمد شويه يلا حسن تعال روح روح عدي له عدي يا كريم يلا حسن يلا بوكا جول خش جوه كويس يا محمود هاي يلا مصطفى انت يلا بوكا مصطفى خلص حضرتك جوه يوبي عبد الرحمن عبدو بص عليا انا بصك من كده يا عبدو عدي له عبد الرحمن سيبها انت هاني روح يلا قدام خلاص فتحتها
يا بنت ده محمود يلا لا ده النبي كريم ده الاولاد ده عامل الجول سيد هو مشهور عاوز ماتش لحد ده ولا اللي بعديه لا اللي بعديه يا كابتن لا استنى اكد يا كابتن ممكن لحد ده كريم بقول لك انت عايز ماتش المؤسسه لحد ده ولا اللي بعديه جول لحد ده يا كابتن نص قول له الساعه كام ساعه يلا عدى كريم مشهور بيقول لك الحد دوت الساعه 11 ماتش 11 كويس قوم قوم تعالى يا سيدي هنا يا سيدي يا ولد يا سيدي بكره بقى كويس يا ولد الساعه 11 في الملعب يلعبوا 12 يلا ايه معلش يلا يوبي يلا يا ناصر يلا يا ناصر سلم سلم براحتك على مالك وش يلا هو قدامك اهو روح انت شوف اقفل اقفل هاي لمودي يلا وانتهى المباراة والنتيجة تعادل بين الفريقين نادي الإعلاميين